مرحبا. مرحبا بك. الله يبارك فيك. والسؤال ديالي هو واش ما غنشوفوكش شي نهار في شي سينف اخر غير الجبيني؟ مثلا كيف الفنانه الدوليه مشات للبوب جبي، ما بقيتش نشوفوك انت مع الفوايد بوب. اولا نقول كل شيء، السلام عليكم وشكرا على الحضور ديالكم اللي عطيتونا فرصه اننا نكونوا متواصلين ما بيننا وما بين الجمهور اللي كيعشق صحافة بكل شيء لها. احنا جد فرحانين نتواجدين معكم، وكما قلتي الشعبي كيبقى دائما شعبي. الا بدلتي المشيه تقدر ما ترجعش للمشيه الاولى اللي كانت. الشعبي كيبقى ديما شعبي وعنده جمهور ديالو كبير وجمهور اللي تيعشق هذه الاغاني هذه. ما يمكن واخا تبغي تجرب واحد الستيل اخر الناس تقدر الناس ما تقبلوش. غادي نصدقوا نفقدوا بزاف ديال الناس على قبل ان بدلنا المشيه. الخبرة هو كما قلت قبيله الدراري اننا في الدرب دابا، يعني بحال بالنسبه للطريقه راه في درب امراه، يعني في عين السبعه بحال في داركم وسط العائله وسط الاحباب ديالك، لان دائما حنا اغلبيه ديال المهرجانات كنكونوا خارج مدينه الدار البيضاء، يعني بحال كنمثلوا مدينه الدار البيضاء في مدن اخرين، ولكن دابا حنا اليوم خدامين في العرس ديالنا، وكن يعني ان شاء الله نحاولوا نبينوا لاولاد البلاد ديالنا، نبينوا اننا دائما احسن. مع خونا عبد الله اليوم في ميمسين، وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم الجمهور يمشي فرحان ويكون داكشي ناشط ويكون زاهي، وكنتمنى ان شاء الله كل شيء يدوز بسلام.